الفيديو ده كان لازم اوريهولكوا، لازم. هنا في المهندسين في لبنان، العيال بتلعب. جامد جدا. مرحبا بكم في صيف المانيا، الدنيا حر جدا، الناس كلها بتنزل هنا في الناقوره اللي انتوا عارفينها هنا في شتوتجارت، في مدن كتيره جدا زي كده ناس بتقلع وبتعوم، واحلى حاجه ان في بط كمان معانا في الناقوره. حاجة اسمها ان حد يقول لك انت بتعمل ايه ولا بيقول لك انت بتطلع بره، كل واحد وليه طبيعته، الدنيا حر فلازم الناس تنزل وتنتعش.